بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في فقرة حكم وخواطر، ويومكم سعيد وطيب يا أحلى متابعين ومشتركين لقناة المتواضعة، قناة أم محمد والبنات. إذن بعد غياب شبه طويل عدت إليكم أحبتي وبجعبتي مجموعة من الحكم الرائعة، أتمنى أن تنال إعجابكم. وأول حكمة تقول: تعويضات الله مذهلة وتستحق الانتظار، وهذا أكيد، فالصبر مفتاح الفرج. وثاني حكمة تقول: وحدك يا الله لا تخذل من يلجأ إليك، فسبحان الله بحمده، فسبحان الله بحمده، فسبحان الله وبحمده. وهذه الحكمة أيضا رائعة مثل التي سبقتها، وهي تقول: قل للذين فوضوا أمرهم لله أن الله لن يخذلهم أبدا، وما علينا إلا الصبر والاحتساب. إذن كما لاحظتم، مجموعة الحكم التي اخترتها لكم اليوم هي قصيرة جدا، لكنها في معانيها معبرة جدا وكبيرة جدا. الحكمة الموالية تقول: تفاءل تفاءل وتفاءل، فلا تدري ماذا يخبئ الله لك من خير. وهذه الحكمة بالذات أنصح بها نفسي، لأني في المدة الأخيرة قل تفاؤلي. أما هذه الحكمة فأنصحكم بها جميعا، وخاصة في هذه الأيام الصعبة والمريرة التي نمر بها جميعا. وهي تقول: لا نحتاج سوى إلى الرأفة ببعضنا البعض، الرأفة في الحديث، الرأفة في الفعل، في التمسك، وحتى في التخلي. وفي الأخير الحكمة الجميلة التي اخترتها لكم، وهي عبارة عن تضرع ودعاء لله سبحانه وتعالى، وهي تقول: اللهم لا تطل علينا هذا الحال، واصرف عنا الوباء قبل قدوم رمضان إن شاء الله، وبلغنا شهر رمضان الكريم والمعظم لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم آمين يا رب العالمين. دمتم سالمين وإلى اللقاء، مع السلامة.